And we're back. لأخبار المونديال. أهم شيء بعتقد اليوم اليوم في أول حدث كتير مهم وللي بده يعتبره حدث مهم، وبكرة في حدث كمان بعد أهم يلي هو النهائي بهالبطولة العالم يلي عم تصير بالبرازيل، بطولة العالم سنة 2014 يلي كتير من الناس كانوا مبسوطين بهالمونديال، في منهم كتير كانوا زعلانين. المونديال الخيب على كتير كبير كمان من الأمال للفرق الأوروبية، يعني فينا نقول إيطاليا، إنجلند، إسبانيا يلي هو كان بطل العالم، صح. هالفرق يلي كل الناس كان باني أمالهم عليهم، يلي تعودنا أنه أتيس يوصلوا لدور الربع نهائي كانوا عم يظهروا من أول دور، وفي كتير منهم ما كان عم يوصل حتى لهدور الربع نهائي يعني. وبالجهة المقابلة عنا منتخبات كانوا عم يفجونا، فرق تبقى للأخير. Exactly. بدوي هلا اذا عم تشوفوا شو الصوره حطيتها، حطيت صور هيك شوي لحضركم نفسيا لمباريات المانيا ضد الارجنتين. بس كده عم تغيروا لانه في فرق عم تبقى للاخير، صح. توقعنا فرق تبقى للاخر وما بقيت للاخر، وتوقعنا فرق ما تستمر كمان فجأة كملوا 100% 100%. حتى المنتخب الجزائري في نتائج توقعناها ابدا ما كانت ولا قريبه من 7-1 مع المنتخب البرازيلي، اكيد يعني ما كانت بالحسبان لحدا، بس انه كانت نتيجه كثير حلوه، نتيجه 7-1. ما عم بزرك لكم، لا. هلا اليوم المباريات اللي رح تكون عم بتصير هي رح تكون عم تجمع المنتخب البرازيلي ضد المنتخب الهولندي. حدا خبرني انه معقول البرازيل تنسحب ما تلعب؟ ما بعرف، حدا هيك سمع هيك شيء؟ شباب؟ الشباب هون ما بعتقد. هلا الكل انا بعرف انه يغي مع المانيا، ومش مع المانيا، غيرت برازيلي. هلا من شوي كنت معنا مع المانيا، ماشي خلص، مش حاسال حدا، ما في الا ريان معي مع المنتخب الالماني، والريجي كلها مع برازيل. خلص مش ماشي، خلينا نحكي بهول المباريات، ما بدنا نعرف. اعطونا جواب، في حكي هيك او ما في حكي هيك؟ في حكي انه البرازيل لا رح تنسحب اليوم. ما بعتقد عندهم هالمعلومات، وما بعتقد بتصير رولا، بس بعتقد انه اداء المنتخب البرازيلي اليوم بدهم يجربوا قد ما فيهم كافه لاعبين يعملوا المستحيل ليعوضوا عن هالمباريات. يعني اليوم ضغط اكثر من ثلاثه المسا عليهم، حتى بالقليل يعوضوا شوي عن الصدمه اللي تلقوها الثلاثه. بوافق رأي 100%، وبعتقد كمان بالجهة المقابلة المنتخب الهولندي يلي انه عودنا على طول على أداء رائع، إلا بالمباريات الأخيرة يمكن أدائه ما كان مثل ما نحن كنا متوقعين، فبعتقد كمان عنده الدافع انه يرجع يعوض كل هالنقص يلي كان موجود بالمباريات السابقة. إذا بدنا نحكي عن مباراة نهار الأحد، أنا مش حكون موجود بكرة معكم نهار الأحد، اللي بحكيكم من اليوم، هالمباريات اللي حتكون عم تجمع المنتخب الألماني يلي حتى معدا كتير كبير من الأرقام القياسية، يعني ذكرنا هيك كم رقم منهم مبارحة، وحتى من الأرقام القياسية، ورح يكون عم يتواجه مع منتخب الأرجنتين يلي معه ميسي، ويلي كل أمال المنتخب هي حتكون على ميسي، كيف إنه من زمان نجمه مارادونا هو تمكنوا يحقق الحلم لهالشعب ويحصل على بطولة العالم بالوورلد كاب، كمان ميسي حاب إنه يكون عم بيرد لبلده بهالأسلوب. ولكن إذا بدنا نجي نطلع على التاريخ يلي كان عم يجمع هالفرق الاثنين، جبت لكم صور، رح أكون أفاجئكم صور تظهر شو النتائج عن مباريات 2010. اذا نرجع باي ذا واي هالتشكيله بدنا نوجه لهم تحيه اكيد للمنتخب فردا مش حنسميهم كلهم، بس تحيه خاصه من الي. اكيد نشوف هول صور هيك قليل عن الماتش اللي كان عم يجمعهم مع المنتخب الارجنتيني بال 2010، يعني اخر مونديال، ويلي تمكنوا المنتخب الالماني يربح 4-0. عم فرجيكم بس هون الاندفاع الالماني كيف كان، 3-4 لعيبه على كل مهاجم الماني يقدروا يلحقوا لنا. الاهداف كانت بالدزينة، يعني ربع دزينة كنا على الأربع جوين. دزينات كمان هون عم نحتفل بهالأداف. عم فرجيكم صور رح ترجعوا تشوفوها نهار الأحد مشاهدينا، هالصور يلي أكيد رح يكون عم يحتفل فيها المنتخب الألماني إن شاء الله. بعتقد إذا خسر المنتخب إنه مش لازم أرجع. هلا رح نمرق يعني رقم تليفون إلي على الشاشة مشاهدينا بعد نتيجة بكرة المساء. فيكم تهنوا أو لا، بس إذا بدنا نحكي شوي من ناحية الأرقام، العدد المرات يلي التقوا فيها هالمنتخبين ببطولة العالم كانت 6 مرات، المنتخب الأرجنتيني كان عم يربح مرة واحدة بس، وباقي المرات كانت عم تكون للمنتخب الألماني، عندنا 3 انتصارات ومرتين كانوا عم يتعادلوا. إذا بنجي بنطلع هون يلي هن عدد الأهداف يلي كانت عم تتسجل، عندنا 16 هدف كان عم يتم تسجيلهم بهاللقاءين،
الخمس جوان للمنتخب الارجنتيني و11 هدف اكزاكتلي من قبل الفريقين، 11 هدف للمنتخب الالماني، فاكيد هالرقم رح يكون عم بيزيد من طرفين، ما بدي اقول من طرفين. هلا انت قاصد او ثاقبت عم بتحطم لهم معنوياتهم للمشجعين؟ لا اكيد ما عم بحطم لهم معنوياتهم، يعني انا كمان من محبين المنتخب الارجنتيني وخاصه اللاعبين الموجودين فيه. واضح يعني من الصور والارقام اللي جمعتها. لا الصور هول كنا عم فرجيك صور 2010، فاذا فينا نرجع نحط هالصوره بس لندور على هالنقطه، كنا عم نحكي عن هيدي رقم 6 2010، كان بجولاي 3 2010 ربع نهائي 4-0، فهو الاجدد صور لقيتهم، لان اخر كان بدي اجيب صور للارجنتين، يعني اخر لقاء بين الارجنتين والمانيا 2010 4-0 4-0 للمنتخب الالماني. اوكي اذا بدنا نجي نطلع انه كان بدي احط صوره يلي هي لمنتخب وقت المباريات جمعتهم بال 86 وقت ربح المنتخب الارجنتيني، بس سلت 86 للمره الوحيده اسود وابيض وكذا وهيك صور ما بيكون كيف حبيب. اسود وابيض للمره الوحيده يعني عم جرب لاقي حجه متى عمرك هالمره الوحيده اللي فازت فيها الارجنتين هالمره الوحيده اللي فازت فيها، وكان في مرتين التقوا المنتخبين وتعادلوا، كان بال 2006 وبال 66. بدنا نذكر اسم الرابحة اللي كانت معنا بالكومبيتيشن امبارحة، الرابح جورج زيدان، بدنا نقول لك مبروك معنا، وهو جواب صح على سؤال مين فاز بمونديال 1974. exactly. الجواب هو كان المنتخب الألماني نسرين ألمانيا. منتخب الألماني مزبوط كمان. بعرف لازم يكون حافظهم أنا هول، بس أنه قلت بتأكد منك بس. هذه واحد من ثلاثة بطولات حسيت على واحدة من ثلاث بطولات و... أما سؤال اليوم يا رولا حيكون بدنا تكونوا عم تعطونا اسم اللاعب يلي تعرض لنيمار بهالإصابة يلي أبعدته عن الملاعب، فكل المطلوب منكم هو انه تكونوا عم تبعثوا لنا الجواب اكيد على الام تي في لايف فيسبوك بيج، اكيد ما تنسوا تعملوا لايك يعني اذا مش عاملين لايك، وبنكون نحن من بعد عم نعلن اسم الرابح. قديه قويه الاصابه؟ يعني ابعدته عن هي كانت بال بعتقد نسيت اي بالكولون فيرتيبرال بعتقد بظهره، وابعدته عن الملاعب حوالي غاب كل المونديال، بس بعتقد لازم يكون عم يرتاح حوالي الشهرين تقريبا. كمان بس كان في حكي انه لو وصلت البرازيل للمباراه النهائيه كانوا راح يحقنوا شوية أدوية لينزل يلعب ويطلعوا بالمباراة. يعني ما بعرف بعتقد أنه تشكيلة المنتخب كلها عبادها، يعني مش هنقعد نحليل منه اختصاصي، بس أنه تشكيلة المنتخب بعتقد كان فيها تكون أحسن للمنتخب البرازيلي. يعني شو ما كانت النتائج إن شاء الله هيك مناسبات دايماً بتجمعنا بأجواء كلها حماس ومرح، نتمنى لكم أوقات ممتعة مع المباريات الأخيرة من مونديال 2014 and may the best team win. وقفة ومنرجع. ¡Suscríbete!